لدي قصة اليوم عن أحد الأخوات التي اعتنقت الإسلام في عمان. هذه الأخت من دولة تايلاند وتعمل في شركة الطيران، وتقول: في تايلاند نرى كثيرا من العرب والمسلمين، وكلنا يعلم ماذا يفعل العرب والمسلمين في تايلاند. البعض يذهب للعلاج، والفئة الكبيرة تذهب لمآرب أخرى تعلمونها. فتقول: كرهنا الإسلام بسبب المسلمين، كرهنا الإسلام كرها شديدا. فتقول: عندما حصلت على وظيفة للعمل في الخليج قلت في نفسي: هذا منبع الإسلام، وسأحاول أن أغير من وجهة نظري تجاه المسلمين، لأنني سأذهب إلى منبع الإسلام قد أرى شيئا مختلفا في المسلمين، وقد أكون مخطئة في حقدي على المسلمين. فعندما توظفت في شركة الطيران تقول: أكثر الركاب تحرشاً لي في الطائرة من المسلمين. تقول: نقوم برحلات إلى أوروبا، ونقوم برحلات خليجية، ونقوم برحلات إلى دول عربية، وصدقني أكثر الرحلات التي أتعرض فيها للتحرش الرحلات التي فيها المسلمين، ولا يكتفون بالتحرش البصري أو من ناحية الكلام فقط، يتعرضون حتى باللمس. فيقول: مرة كنت في الطائرة أقدم الوجبات، عندما انتهى الركاب من أكل الطعام كنت أخذ الصينية الخاصة بالطعام وأرجعها في العربة. فوصلت عند أحد الركاب العرب المسلم، فأخذ الصينية ووضع على الأرض وقذفها بقدمه وقال: خذي. فقالت: بكيت في ذاك اليوم بكاء مريرا، لأنني أحسست أن كرامتي أهينت في هذا اليوم من قبل المسلمين. كيف لي أن أعيش مع المسلمين؟ ولكن أمر الله كان أعظم، وهداها للإسلام، حيث أنها أرادت التزوج من رجل عماني يعمل معها في الطيران. فعندما كانوا يقومون بترتيبات الزواج، فحضرت أحد الأخوات العمانيات فأخبرت هذه الأخت التايلندية: أنك من الديانة البوذية ولا تستطيعين الزواج من هذا المسلم، فلما لا تفكرين في الإسلام؟ فقالت: حسنا، سأقرأ ولعلي أغير رأيي في هذا الموضوع. فبدأت تقرأ عن الإسلام، ووجدت الخير الكثير في الإسلام، وخاصة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى خطيب المستقبل أو زوج المستقبل وأخبرته: أنا بدأت أقرأ في الإسلام وأعتقد أنني سأعتنق الإسلام. فقال: لك ماذا بك؟ هل أنت مجنونة؟ لماذا تريدين أن تعتنق الإسلام؟ عندما تعتنقين الإسلام ستصبحين متدينة، ولن نذهب إلى السينما، ولن نشرب، ولن نفعل هذا، ولن نستمع إلى الموسيقى. فقال: أنا هذا الأمر لا يعجبني. فقالت له: ألا يعجبك الإسلام؟ إذن وأنت غير صالح لي، فأنا سأعتنق الإسلام. ودعت واعتنقت الإسلام، واليوم هي طالبة تدرس الشريعة الإسلامية عن طريق المراسلة ومجتهدة. فخاطبت شركة الطيران
على أنها الآن أصبحت مسلمة ولا يمكنني أن أعمل في الطائرة من غير الحجاب الشرعي والملابس الساترة، ولا أستطيع تقديم الخمور في الطائرة. وتخيلوا إدارة الطيران وكلهم مسلمون من إخواننا، قالوا لها لا، هذه قوانين الشركة، ممنوع الحجاب في الطائرة، ويجب أن تلبسي التنانير القصيرة وتتبرجي، لأن هذا جزء من عملك. هؤلاء هم المسلمون. فسبحان الله، في بعض الأحيان نحن من نسيء إلى هؤلاء، إلى هذه الفئة، ونحن من ندفعهم بعيدا عن الإسلام.